أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في فرع الألجبرا والسوليد جيومتري. بنبدأ النهاردة درس جديد في فرع الألجبرا. بنبدأ الديترمنتس. الديترمنتس احنا خدنا فكرة عنه في الصف الأول الثانوي اللي هو كمالة الماتريسز، وخدنا جزء في الديترمنتس برضو. هنراجعه مع بعض كده سريعا في الأول ونكمل درسنا. بداية الديترمنتس جت من لو انا عندي if we have the two equation ax equal b و cx equal d، وحبيت انا احل التو equation دول مع بعض، فكان في طرق احنا بناخدها او خدناها قبل كده. فانا ممكن من الايكويشن نمبر 1 اجيب الفاليو اوف x، يبقى x هتبقى equal b over a. هعوض بالفاليو اوف الفاليو اوف x في الايكويشن نمبر 2، يبقى ال b over a c equal d. هنعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى ال بي سي ايكوال اي دي، يعني هقدر اقول ان الاي دي ماينس البي سي ايكوال 0. ده كده من الايكويشن اللي هي من الفيرست ديجري، تو ايكويشن من الفيرست ديجري. طيب انا ممكن اكتب الكلام ده في صوره الديترمن، اللي هي هاخد الكوفيشنت بتاع الاكس اللي هي الايكويشن الاولانيه، فهاخد الاي والبي في الفيرست رو، واخد السي والدي في السكند رو، ومن الشكل السابق اللي هي AD ماينس BC ايكوال 0، يبقى ده معناه انا عارف ان انا عندي الـ A والD ده اسمه الدياجونال مين، والـ B والC ده مين، فانا هاخد الاول الدياجونال مين، البرودكت في الدياجونال مين AD ماينس البرودكت بتاع الـ BC، ودي الفاليو بتاعت الديترمن اللي هو الـ M، اللي هي برضو تعتبر القيمة بتاع الماتريكس لما تكون of order 2 by 2. فمبدئيا انا عارف ان الماتريس كان في منها انواع كتير، الاوردر 2 باي 2، 2 باي 3، 2 باي 4، 3 باي 2، لكن انا عشان اشتغل على الديترمنز لازم تبقى سكوير الاوردر بتاعها 2 باي 2 اور 3 باي 3 اور 4 باي 4. يعني عندي الديترمنز يبقى 2 رو اند 2 كول، والفك بتاعه زي ما قلنا هيبقى البرودكت بتاع الدياجونال مين ماينس البرودكت بتاع الاذر دياجونال، يبقى اي دي ماينس ال بي سي. انت ديترمنت الشكل اللي قدامي ده اللي هو A11 A12 A21 A22 بدل ال A وال B وال C وال D. بس ده معناه ايه؟ ليه معنى في القرايه؟ A11 معناها الاليمنت اللي في الفيرست رو اند فيرست كولم، يبقى ده الاليمنت اللي موجود المكان بتاعه في الفيرست رو والفيرست كولم. طيب A12 يبقى في الفيرست رو والسكند كولم، A21 سكند رو فيرست كولم، A22 يبقى عندي ده في السكند رو سكند كولم. ده الترتيب بتاع الاليمنتس انسايد ذا ديترمنز او انسايد ذا ماتريكس. طيب لما احب افك الديترمنز ده زي ما قلنا هيبقى البرودكت اوف الدياجونال مين، يبقى A11 ملتبلاي A22 ماينس A21 multiply A12، يبقى ده الفاليو بتاع الديترمن اللي هو of order 2 by 2 اللي احنا قلناها برضه في الاول AB minus CD. هنا بنقوله بالبوزيشن بتاع الاليمنت مكانه A11 يعني first row first column. example عايز الفاليو بتاع الديترمن 4 negative 7 2 و 6. الرول اللي احنا قلناها هنعمل البرودكت بتاع المين دياجونال اللي هو 4 ملتبلاي 6 ماينس البرودكت اوف ذا دياجونال 2 ملتبلاي نيجاتيف 7، يبقى عندي 4 باي 6 24 ونيجاتيف 7 باي 2 نيجاتيف 14، نيجاتيف نيجاتيف هتتحول لبلس، يبقى 24 بلس 14 يبقى الريزلت 38، يبقى الفاليو بتاع الديترمنز ايكوال 38. بعد كده عندي الديترمنز اوف اوردر 3 باي 3 3 باي 3 اللي هو 3 رو اند 3 كولمز. عندي حاجه للديترمنت 3 باي 3 اسمها كو فاكتورز اوف ذا دومينيت اللي هو الساين بتاع اني اليمنت انسايد ذا ديترمنت. فبنبدا الرول بتاعتي زي ما امام حضراتكم كده، ببدا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف زي ما حضراتكم شايفين كده. للتسهيل يعني مفيش تو ساين زي بعض بيجوا ورا بعض، كله لازم يبقى ديفرنت، بوزيتيف بعدين نيجاتيف، نيجاتيف
بعديه بوزيتيف، سواء خدتها في الرو او خدتها في الايه؟ في الكولم. Example. Find the value of the determinant 1, 3, 1, negative 1, 1, 1, 2, 4, 1. يا ترى بقى اللي هو 3 by 3 ده بيتفك ازاي؟ أول حاجة بنعملها ساين اللي احنا قلناها، يبقى الفيرست رو بتاعي هيبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، بعد كده نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، بعد كده بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طيب لما بنيجي بنفك بنعمل ايه؟ بناخد اول واحد اللي هو ال1 اللي هو قدام حضراته كده، وبعد كده بلغي الرو اللي فيه ال1 ده كده بشطب عليه، وبلغي الكولم اللي فيه ال1 ده كده بنلغيه، هيتبقى عندي determinant of order 2 by 2 اللي هو ال1 1 و4 1 والساين بتاعته بوزيتيف. بعد كده هاخد ال3 الثاني ده وبرضه هلغي الرو بتاعه وهلغي الكولم، هيبقى لي الديتيرمن اللي فيه نيجاتيف 1 و2 1 و1، اخر واحد هيبقى نيجاتيف 1 برضه هنلغي الرو والكولم، اشتغل عليه اللي هو اوف اوردر 2 باي 2 زي ما قلنا لحضراتكم كده. ادي الديتيرمنز 1 3 1 نيجاتيف 1 1 1 2 4 1 ايكوال، خدنا ال1 ولغينا الرو كولم، يتبقى لي 1 ملتبلاي 1 1 4 1، بعد كده الساين بتاع 3 بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 3، بلغي الرو كولم يبقى نيجاتيف 1 1 2 1، بعد كده بلس هاخد ال1 بالبوزيتيف في الديتيرمن نيجاتيف 1 1 و2 4، بعد كده بنفك الديتيرمنت اللي هو في اوردر 2 باي 2 بالطريقه اللي احنا قلناها، يبقى 1 ملتبلاي المين دياجونال 1 باي 1 ماينس 4 باي 1، يبقى 1 ملتبلاي 1 ماينس 4 ماينس 3 ملتبلاي نيجاتيف 1 في 1 ماينس 2 في 1، يبقى نيجاتيف 3 ملتبلاي نيجاتيف 1 ماينس 1 بلس 1 ملتبلاي نيجاتيف 1 ملتبلاي 4 ماينس 2 ملتبلاي نيجاتيف 1، يبقى عندي الكلام ده هيبقى ايكوال نيجاتيف 3 بلس 6، يبقى الانسر ايكوال 0. يبقى الاولاني نيجاتيف 3، هنا نيجاتيف هيبقى بلس 9 وهنا نيجاتيف 6، يبقى 9 ماينس 9 ايكوال 0. Another example. بيقول لي find the value of determine cos 6 ثيتا وتان سكوير ثيتا، بعد كده 1 cos 6 ثيتا multiply determine 2 negative 3 negative 5 negative 7. هو عايز الفاليو بتاع الكلام. طبعا انا عندي هنا 2 determinants كل واحد منهم في اوردر 2 باي 2، فهشتغل على كل واحد لوحده. الاولاني هيبقى كوسيك سكوير ثيتا ماينس كوتان سكوير ثيتا ملتبلاي الثاني نيجاتيف 14 ماينس 15. طبعا الشكل ده احنا واخدينه ادي اللي احنا قلنا عليه كده، هنضرب كوسيك سكوير كوسيك في كوسيك بكوسيك سكوير ثيتا ماينس كوتان سكوير ثيتا 2 ملتبلاي نيجاتيف 7 ماينس نيجاتيف 3 ملتبلاي 5، يبقى الانسر بتاعي الكوسيك سكوير ماينس كوتان سكوير تمام من سنه اولى ثانوي ب 1 اللي هي كانت كوتان سكوير ثيتا بلس 1 ايكوال كوسيك سكوير ثيتا، اما نودي الكوتان هتبقى بايه؟ ب 1، الكلام ده من سنه اولى، هيبقى 1 ملتبلاي نيجاتيف 14 بلس 15 هتطلع ب 1، 1 ملتبلاي 1 ايكوالز 1، يبقى كده الفاليو بتاع السؤال بتاعي اللي هو الدهوني هيطلع الانسر ب 1. طبعا خلي بال حضراتكم ان السؤال ده برده ممكن يجي في التشويس في الاختيارات،
ويديني الحلول بتاعتي 1 و2 و3 و4 اي ارقام، فبحل واختار الاجابه الصحيحه. Example number 4 بيقول لي prove that 2x minus 1 و2 3x plus 3 6x x 1 equal 3 و13 negative 2 negative 7. فاحنا هنشتغل على left hand side اللي هو determine 2x multiply 3x minus of negative 1 plus 3 minus 6x of x. يبقى 2x multiply 3x minus negative 1 by 2 plus 3 for 1 minus 6x square. يبقى تطلع 6x square plus 2 plus 3 minus 6x square. يبقى left hand side قيمته هتبقى بتساوي 5. هنشتغل بعد كده على right hand side. 3 multiply negative 7 minus 30 multiply negative 2 يبقى equal negative 21 plus 26 equal 5. يبقى from 1 and 2 we get ان left hand side equal right hand side. يبقى ده المطلوب اللي هو كان طالبه مني في السؤال. هل كان بيقول لي prove that the determinant 2x negative 1 2 3 plus the determinant 3 6 x x 1 equal the determinant 3 13 negative 2 negative 7. وزي ما حضرتك شفت كده جبنا الفاليو بتاع each determinant وطلعنا الريزلت ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد الاثنين ايه. Another example بيقول لي if determinant a و d b و c equal 5 then find the value of determinant a minus d to a b minus c to b. طبعا كده ترتيب افكارنا هيبقى ازاي، نشتغل ازاي. هشتغل على الجبن اللي هو الدهوني وهجيب منه الفاليو AC minus B دي هيطلع بكام؟ ب 5. وبعدين اشتغل على الثاني واشوف الدنيا هتوصلنا لفين. يبقى دي أول حاجة الـ AB الـ AD والـ BC هيبقى AC minus BD القيمة equal 5. لما اشتغل على second determinant هيبقى A minus D multiply 2B minus 2A multiply B minus D هيطلع عندي 2a minus 2 2ab minus 2bd minus 2ab plus 2ac. هيبقى عندي 2ab minus 2ab equal 0. يتفضل 2ac minus 2bd. لما اخد ال 2 common يبقى 2 multiply ac minus bd واحنا جبنا ال ac minus ال bd equal 5. يبقى 2 multiply 5 يبقى equal 10. يبقى ال value بتاع determinant A minus D و 2A و B minus C و 2B الـ result equal 10. Another example بيقول لي find the solution Z of مديني determinants X square minus 1 و X plus 1 و X plus 1 و X square minus 1 equal 0. هو عايز الـ value of X. برضه السؤال ده ممكن يجي لي choice اجيب الـ value of x. والسؤال اللي فات برضه كان ممكن يجي choice واديني الـ value بتاع determinants اللي هو تاني. طيب ما احنا بنشتغل عادي حسب الرول بتاعتنا. يبقى اعمل x minus 1 بار 2 multiply x minus 1 بار 2 minus x plus 1 في x plus 1 والريزلت equal 0. يبقى الكلام ده يكون هنعمل فاكتورايز للبراكت x سكوير ماينس 1 يبقى 2 براكت x ماينس 1 و x بلس 1 وبرده البراكت الثاني x ماينس 1 و x بلس 1 ماينس x بلس 1 اول باور 2. يبقى هنا من البراكت اللي قدامي هيبقى عندي x ماينس 1 اول باور 2 x بلس 1 اول باور 2 ماينس x بلس 1 اول باور 2. هناخد البراكت x بلس 1 اول باور 2 كومن فاكتور هيبقى ال x minus 1 minus 1. يبقى x plus 1 all power 2 multiply x square minus 2x. هناخد منها x common. يبقى x في x plus 1 all power 2 في x minus 2. كل الكلام ده equal 0. يبقى انا عندي هنا 3 value of x. اول حاجه اما ال x equal 0
من البراكت الثاني ال x equal negative 1 from the third bracket x equal 2. يبقى solution set اللي هو طالبه مني 0 negative 1 و 2. برضه مسألة جميلة وبسيطة وبرضه ممكن تيجي في التشويز عادي واختار انا الإجابة. Another example. Find the solution set of 0, 3 وx, x 1 و 0, 1 وx plus 3 و 3. طبعا ده هنا determine of order 3 by 3. خلاص بنفكه بالطريقة اللي احنا اتعلمناها برضو. هنعمل الساين بتاعتي يبقى positive negative positive وابدأ افك. هاخد ال 0 multiply determine 1 و 0 x plus 3 و 3. طبعا ده الفاليو بتاعته هتطلع ب 0. بعد كده هاخد ال 3 بالنيجاتيف ملتبلاي اكس و 0 1 و 3. بعد كده بلس الاكس ملتبلاي ديترمن اكس 1 1 واكس بلس 3. ونبدا نفك. يبقى ادي اول حاجه 0 ملتبلاي ديترمن زي قيمتها 0. نيجاتيف 3 ملتبلاي الاكس و 0 1 و 3 هتبقى 3 ملتبلاي 3 اكس ماينس 0 بلس الاكس ملتبلاي x سكوير بلس 3 x ماينس 1. بعد كده بنعمل ريموف للبراكت يبقى 9 x ماينس 0 راح. هنفك البراكت الثاني يبقى x باور 3 بلس 3 x باور 2 ماينس x كان ده ايكوال 0. هنجمع اللايك تيرمز يبقى x باور 3 بلس 3 x سكوير ماينس 10 x ايكوال 0. ناخد ال x كومن فاكتور يبقى x ملتبلاي x سكوير بلس 3 x ماينس 10 ايكوال 0. الاكس لوحدها والبراكت هنعمل له فاكتورايزيشن 2 بلس 5 ايكوال 0. يبقى من هنا عندي الاكس ايكوال 0 او الاكس ايكوال 2 او الاكس ايكوال نيجاتيف 5. يبقى سوليوشن سيت 0 و 2 نيجاتيف 5. برضه مساله سهله وبسيطه وبرضه احتماليه نجاية في التشوز وارد عادي. ده سؤال جميل. ربط الكومبلكس نمبر بالديترمن. بيقول لي فايند ذا فاليو اوف 1 واوميجا واوميجا سكوير. 1 1 واوميجا. اوميجا واوميجا سكوير 1. وبيفكرني بيقول لي وير الاوميجا باور 3 ايكوال 1. والمفروض ان دي معلومه احنا عارفينها بس هو بيفكرني بيفهمني ان انا كده بشتغل على الكومبلكس نمبر مش مجرد رموز وخلاص. طيب هنفك عادي برضو الساين بتاعتي هتبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. يبقى 1 1 ماينس اوميجا باور 3 ماينس 1 في اوميجا ماينس اوميجا باور 4 بلس اوميجا في اوميجا سكوير ماينس اوميجا سكوير. يبقى الكلام ده هيبقى 1 ماينس الاوميجا باور 3 ب 1 ماينس اوميجا ماينس الاوميجا باور 4 باوميجا وعندي اوميجا سكوير ماينس اوميجا سكوير ب 0 ده راح. طيب هنا ال 1 ماينس 1 ب 0 ونيجاتيف اوميجا بلس اوميجا ب 0 يبقى كل الريزلت بتاعي طلع بايه؟ ب 0. فايند ذا فاليو اوف. هنا بيشتغل على الايماجنري نمبر بالاي. 1 0 1 بلس اي 0 1 i 1 ماينس i نيجاتيف i 1. وبرضه بيفكرني وير ال i هي السكوير روت لنيجاتيف 1. يبقى ال i اللي هي خدناها السكوير روت لنيجاتيف 1 عشان كنا بناخد ال i سكوير بنيجاتيف 1. طيب برضه هنفك عادي بنوزع ساين بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. يبقى 1 ملتبلاي 1 و i و نيجاتيف i 1. نيجاتيف 0 ملتبلاي 0 اي 1 ماينس اي و 0 دي هتبقى قيمتها 0. بعد كده بلس 1 بلس اي 0 1 1 ماينس اي ونيجاتيف اي. يبقى الاولاني هيبقى 1 ملتبلاي 1 بلس اي سكوير ماينس 0 بلس 1 بلس اي في نيجاتيف 1 ملتبلاي 1 ماينس اي. يبقى الكلام ده ايكوال 1 ماينس 1 بلس 1 بلس اي ملتبلاي نيجاتيف 1 بلس اي.
طبعا 1 ماينص ا 1 ماينص 1 ب 0. بعد كده البراكت لما نفك البراكت دول هيبقى نيجاتيف 1 بلس اي ماينص اي ماينص 1 الاي ماينص اي ب 0 ونيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 1 هيدينا نيجاتيف 2. يبقى الانسر او الفاليو بتاعتي بنيجاتيف 2. Example, prove that determine 1114592581 minus 203716605 equals 28. As a result, بتاع difference between the two determinants equals 28. عادي أنا هشتغل على الديترمنز عادي، هجيب الاولاني والتاني ونعمل الريزلت ماينس عادي. يبقى انا عندي الاولاني هيبقى 1 برضه الساين توزيع الساين بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، يبقى 1 ملتبلاي 592581 ماينس 1491 بلس 1451625 ماينس الديترمنز التاني الفك بتاعه هيبقى 21605. بعد كده نيجاتيف 0 في اي حاجه تطلع ب 0، بعد كده بلس 37160. يبقى الفك بتاع الاولاني هيبقى 1 ملتبلاي 405 ماينس 225 ماينس 1 ملتبلاي 324 ماينس 144 بلس 1 100 ماينس 80 ماينس 2 ملتبلاي 5 ماينس 3 ملتبلاي نيجاتيف 6. يبقى الانسر 180 ماينس 180 بلس 20 ماينس 10 بلس 18. طبعا 180 ماينس 180 ب 0 20 بلس 18 ب 38 ماينس 10 هيطلع الانسر 28، وده اللي هو كان طلب. طيب السؤال ده لو هيجي لي في الاختيارات مش هيقول لي بقى بروف ذات ايكوال، هيقول لي تشوز ذا انسر ده ماينس ده ايكوال، وانا اللي اختار برده بعد ما احل السؤال. فايند ذا فاليو اوف، برده خدنا الفكره، رابط الديترمنز بالايه؟ بالاوميجا. اوميجا باور 3 1 1 كده 1 اوميجا اوميجا باور 2 1 اوميجا باور 2 اوميجا باور 4، وبرده بيفكرني او بيفهمني ان انا شغال على الكومبلكس نمبر او الكيوبيك روت لل1 اللي هي ان الاوميجا باور 3 ايكوال 1. هنفك عادي توزيع الساين بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف وابدا اخد الاوميجا باور 3 multiply the determinant. أفوق يبقى أوميجا باور 5 ماينس أوميجا باور 7 ماينس ال 1 في أوميجا باور 4 ماينس أوميجا باور 2 بلس ال 1 في أوميجا باور 2 ماينس الأوميجا. بعد كده هيبقى عندي الأوميجا باور 3 ب 1، أوميجا باور 5 وأوميجا باور 2، وأوميجا باور 7 بأوميجا. طبعا فاكرين إحنا الكلام ده. يبقى اوميجا باور 2 ماينس اوميجا ماينس اوميجا باور 4 باوميجا ماينس اوميجا باور 2 بلس اوميجا باور 2 ماينس الاوميجا. بنفك عندي هنا يبقى اوميجا باور 2 ماينس اوميجا باور 2، هناخد الساين بتاعه النيجاتيف اوميجا بره يبقى بلس اوميجا باور 2 ماينس اوميجا بلس اوميجا باور 2 ماينس اوميجا. يبقى الانسر هيبقى 3 اوميجا باور 2 ماينس اوميجا، باخد 3 كومن هيبقى 3 اوميجا باور 2 ماينس الون. ده الانسر بتاعي. طيب احنا عارفين ان الاوميجا باور 2 ماينس الاوميجا خدناها بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3، يبقى انا عندي هتبقى 3 ملتبلاي بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3 اي، يبقى الكلام ده ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3 روت 3 اي. لو برضو ده اختياري يبقى انا بختار الاجابه اللي انا طلعتها بوزيتيف و نيجاتيف 3 روت 3 اي. بقول لي فايند ذا سوليوشن سيت اكس ماينس 1 و 0 و 0 1 اكس بلس 1 و 0 1 1 و x ماينس 2.
برضو الفكرة مرت علينا. وهنا طبعا في من شكل الديتيرمن كده سهل، ان انا لما حاجة هاخد الساين بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف عندي اتنين الريزلت بتاعهم هيبقى زيرو، فانا كل شغلة هيبقى على الفاليو الاولانية اللي هو الاليمنت اللي موجود في فيرست رو فيرست كولم اللي هو اكس ماينس 1. يبقى انا لما حاجة اشتغل اكس ماينس 1 في الديترمنز الثاني اللي فاكه اكس بلس 1 في اكس ماينس 1، بعد كده 0 ملتبلاي 1 ملتبلاي اكس ماينس 2 بلس 0 ملتبلاي 1 ماينس اكس ماينس 2. طبعا الاثنين التانيين ب 0، هيتفضل لي الاولاني اللي هو اكس ماينس 1 في اكس بلس 1 اكس ماينس 2 ايكوال 0. يبقى انا عندي هنا سي فاليو اوف اكس، لو انا كان عندي اكس ماينس 1 ايكوال 0 يبقى الاكس ب 1، ولو عندي اكس بلس 1 ايكوال 0 يبقى الاكس بنيجاتيف 2، ولو اكس ماينس 2 هي اللي ايكوال 0 يبقى الاكس ايكوال 2. يبقى انا السوليوشن سيت 1 ونيجاتيف 1 و 2. بالتالي كده الافكار بتاعتي كده بقت مظبوطه، خدت يعني اتدربت عليها كويس. هسيب حضراتكم بقى تفكروا في دي ثانيه كده. سؤال جاي في الاختياري بيقول لي the value of the determinant 2 3 negative 4 negative 1 0 5 2 4 1 equal. يا ترى هنختار 23 ولا negative 15 ولا 0 ولا negative 3؟ يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنحل المسألة عادي برضو زي ما قلنا، هنوزع ساين بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف وابدأ افك، هاخد ال 2 في الديتيرمنت 0 5 4 1، بعد نيجاتيف 3 في الديتيرمنت نيجاتيف 1 5 2 1، بعد كده نيجاتيف 4 في الديتيرمنت نيجاتيف 0 1 2 4، وهفك واشوف الانسر وارجع اختار الاجابة بتاعتي. يبقى ادي الحل 2 3 minus 20 minus 3 negative 1 minus 10 negative 4 دي هتبقى معايا plus 4 في negative 4 minus 0. يبقى الانسر negative 40 plus 33 plus 4، يبقى الانسر نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 دي اللي هو البراكت او الاختيار دي. اخر اكزامبل ده برضو لحضراتكم، تراي تو سولف، انت تحل الفاليو بتاع الديتيرمن 3 نيجاتيف 2 5 نيجاتيف 3 و 4 ونيجاتيف 1 0 2 نيجاتيف 1. عشان حضرتك هتحل وهسيبك تحله، اول حاجه قلنا هنعمل ايه؟ الساين بتاعتي هتبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، يبقى انا باخد ال 3 في الديتيرمن 4 نيجاتيف 1 2 نيجاتيف 1، بعد كده نيجاتيف نيجاتيف 2 هتبقى بلس 2 في الديتيرمن نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 0 نيجاتيف 1، بعد كده ماينس 5 في الديتيرمن نيجاتيف 3 و 4 و 0 و 2. وبكده يبقى احنا خلصنا النهارده الديتيرمنز، درس الديتيرمنز بتاعنا، ومرينا على الافكار كلها، الديتيرمنز العادي، الديتيرمنز اللي فيه التريجنومتريك فورم للاعداد الموجوده، حاجات على الاوميجا وحاجات على الايماجري نمبر الاي. وكده يعني خدنا فكره سريعه على كل الافكار اللي موجوده. أتمنى أكون استفدته، وشكرا لحضرتك وشكرا لكل القائمين على التعليم الإلكتروني. كل سنة وانتم طيبين.